الان النغمه الجديده الصفويه النغمه الجديده الصفويه ما يقدر يقول لي انت شيعي فبالتالي لا يستطيع فيلف ويدور ويسميه صفوي. انت تعرف شنو الصفويه؟ طبعا اعرف. شنو الصفويه؟ اعرف يعني. سؤال بس. تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ يعني تجاوبك شنو الصفوية؟ جاوبني. الصفوية كره العرب وكره الصحابة وكره عمر الخطاب وكهذا الصفوية. هذه الصفوية يعني. من السؤال؟ هو ده اللي هو تعرف ايه عن المنطق؟ أعرف. اتفضل. الله يخليك. ما تقرا التاريخ. لا ما تقرا التاريخ. هذا اسمح لي مو اسمح. اولا الصفويه منسوبه الى صفي الدين الاردبيلي. والاردبيلي يا سيدي من اردبيل، واردبيل تتحدث اللغه التركيه. واسماعيل الصفوي ابوه حيدر تركي ويتحدث التركيه، ولا ديوان شعر اسماعيل الصفوي باللغه التركيه في مدح النبي وال النبي باللغه التركيه، مو فارسي. مو فارسي. اسماعيل الصفوي جده الخامس اللي هو صفي الدين آمن بالتشيع، كان شافعي مثلي مثلي، كنت سني صار شيعي، صفي الدين مثلي سني صار شيعي. أنا أقول أن النهج اللي يقصدونه مو حقيقي. إسماعيل الصفوي أسس دولة قوية، قام سليم سليم سلطان سليم الذي كان أبوه يغزو أوروبا ويفتح دول أوروبا ويرفع المآذن في أوروبا، قام سلطان سليم بقتل أبيه والاستيلاء على الحكم، وقال لقد فصل الشيعة كذي، قال فصل الشيعة اسماعيل الصفوي عن اخواننا، فصلنا عن اخواننا في المشرق، وبالتالي ترك اوروبا وقعد يقاتل المشرق العربي. قاتل منو؟ قاتل الدولة الصفوية وقاتل المماليك واستولى على الحجاز واستولى على مصر واستولى على الشام واستولى على العراق وترك اوروبا. قاتل الدول العربية وقاتل عرب من اجل الاستيلاء على المناطق العربية. هذا هو السلطان سليم. فبالتالي الصفوية التي 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 يتهمونها اتهامات شتى مو صحيحة. فقط هي لأن أول دولة شيعية قامت في إيران اتهموها، وعلى فكرة اللي أقامها أتراك ما أقامها فرس.